اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نحضروا مع بعضنا خبزة جاتو بنينة برشا، خفيفة سهلة مهلة بطريقة مبسطة في متناول الناس الكل. خبزة الجاتو هذية مانيش باش نطيبوها في الفرن، باش نطيبوها في الطنجرة على الغاز العادي كما قلت لكم، طريقة في متناول الناس الكل، ومانيش باش نستحقوا برشا مكونات في تحضيرها. إن شاء الله الفيديو هذا يفيدكم ويقدم لكم الإضافة. إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل ممكن تتواصلوا معي على جروب فيسبوك القناة كويزين باي إنيل، وممكن تتابعوني على صفحتي في الانستغرام وصفحتي في الفيسبوك كويزين إنيل. وتوا نتعداو باش نشوفوا مع بعضنا مكونة الوصفة اللي باش نستحقوهم وطريقة التحضير. وتوا باش نبداو بسم الله. لهنا اول حاجه باش نحضروا الجينواز متاعنا، نستحقوا 10 بيضات كاملين الاصفر والابيض. استعملت لهنا بيض من الحجم المتوسط، ولازم يكون بحراره المطبخ، ما يكونش بارد من الثلاجه. هذه هي المول اللي باش نخدموا فيها الجينواز. القطر نتاعها 30 سنتيمتر، دهنتها بالزيت وغلفتها بورق الفرن، نحضروها ونخليوها على جنب. باش نستعملوا زاده 300 غرام من الفارينه، على كل بيضة نستعمل 30 غرام من الفارينة. عنا لهنا 10 بيضات، استعملنا 300 غرام من الفارينة، الفارينة ذي راني غربلتها. وعنا لهنا 150 غرام سكر، السكر العادي الخشن. على كل بيضة نستعمل 15 غرام من السكر. عنا شوية ملح وزوز أكياس من روح الفانيليا. كما شفتوا المكونات سهلين مهلين. وباش نخدموا لهنا بالركاض هذايا، الركاض الصغير، إذا كان عندكم الباتور الكبير نجموا تخدموا به. لهنا حبيت نسهل عليكم باش تكون الطريقه في متناول الناس الكل. باش ناخذوا توا البيض نتاعنا، باش نحطوا عليها كزوز اكياس من روح الفانيليا، ونحطوا عليها السكر، وباش نحطوا معاه ذره الملح، ونقعدوا نركضوا فيه بالركاض الكهربائي حتى لين يتضاعف الحجم نتاعو اقل شيء 3 مرات، يولي الخليط نتاعكم ابيض مليح ويولي خفيف والحجم نتاعو يتضاعف. توا لهنا المرحله هذه ظاهره، مانيش باش نطول عليكم، نكمل توا نركض البيض مليح مليح ونرجعوا باش نكملوا بقيه المراحل. لهنا توا كملت ركاضة المكونات مليح، هذه هي النتيجة اللي لازم تتحصلوا عليها. الخليط متاعكم يفتح، الحجم متاعو يتضاعف تقريبا 3 مرات كما شفتوا صحفة عبيت. نخليه توا كل باتور على جنب، وخذيت لهنا سباتول وباش نبداو نضيفوا عليه كمية الفارينة. الفارينة نضيفوها على مراحل بشوية بشوية. لهنا باش نستعمل الأداة هذية، إذا كان ما عندكمش استعملوا حتى صفاية. الفارينة حاولوا غربلوها باش ندخلوا فيها أكثر كمية من الهواء. وركزوا مليح لهنا تو في العمليه هذه، نحركوا بشويه بشويه من تحت للفوق، ما نخلطوش بالزربه، ما نستعملوش الفوي، ما نخدموش بالباتور، نخدموا بشويه بشويه. كل ما تذوب كميه الفرينه اللي حطيتوها في وسط الخليط تضيفوا كميه اخرى حتى لين تكملوا الفرينه الكل. لازم الخليط متاعكم يقعد خفيف ويحافظ على الحجم متاعو. تو مانيش باش نطول عليكم، نكمل ندخل فيه كميه الفرينه كامله ونرجعوا باش نكملوا بقيه المراحل. لهنا توا كملنا ضفنا كمية الفرينة الكل، هذه هي النتيجة اللي لازم تتحصلوا عليها. الخليط متاعكم يقعد خفيف، يحافظ على الحجم متاعو، كما شفتوا لهنا الصحفة متاعنا معبية. توا باش نتعداو ونحضروا الطنجرة اللي باش نطيبوا فيها. هذه هي توا الطنجرة اللي باش نطيبوا فيها، استعملت طنجرة كبيرة على خاطر المول متاع الجينواز من الحجم الكبير، القطر متاعو 30 سنتيمتر. الطنجرة كما شفتوا فيها خطاب اللار وفيها كل فتحة صغيرة. لهنا عندي سيبور هذايا اللي نحطوا عليه الماكله تبرد، هذا يكون متوفر عند الناس الكل. هذيك اللي باش نحطوا عليه المول متاعنا، ما تحطوش المول مباشره في وسط الطنجره، تكون تمس في القاع متاعها، راي ما تنجحش معاكم الوصفه. لازم يكون فما السيبور هذاك باش نطيبوها عباره في الفرن. نحطوا لهنا توا السيبور في وسط الطنجره، وباش نحطوا الطنجره متاعنا تسخن على نار قليله الوقت اللي مشينا فرغنا الخليط متاعنا في وسط المول. لهنا توا فرغوا الخليط متاعنا. نأكد عليكم لهنا بالنسبة للورق متاع الفرن لازم تستعملوه في الوصفة هذية باش تنجح معاكم الجينواز وما تتحرقش. تدهنوا المول متاعكم بالزيت، تحطوا فيها ورق الفرن وتفرغوا الخليط متاعكم. نهزوا توا المول نحطوها على كالسيبوغ اللي حطيناه في وسط الطنجرة، ونغطيو عليها ونخليوها تطيب على نار قليلة. هذه هي النار كيفاش لازمها تكون، طيبوها على الكانون الكبير متاع الغاز، والنار لازمها تكون قليلة على الاخر تاخذ راحتها في عملية الطهي. ونرجعوا من بعد باش نشوفوا النتيجة اللي تحصلنا عليها.
لهنا تو باش نحضروا الكريمه اللي باش نزينوا بها الجاتو. عندي باكو من كريمه الخفق في 500 مليليتر اللي هي الكريم ليكيد. الكريمه هذه فيها السكر، اذا كان استعملتوا كريمه ما فيهاش السكر حطوا لها سوك غلاس اللي هو السكر المحور، حطوا على حسب الذوق نتاعكم. باش نفرغوا تو الباكو هذه في الصحفه وباش نطلعوها بالركاض الكهربائي. تنجموا تستعملوا اي نوع متاع كريم اخر تحبوه، كريمه الزبده والا الكريم موسلين على حسب المتوفر عندكم. لهنا تو باش نركض الكريمه هذه اختصارا للمراحل لهنا تو طلعتها، وباش نضيف عليها شويه من روح الزبده وهذه هي عنا حاضره. لهنا تو رجعنا لك الجينواز، كما شفتوا حمارت من الجناب وطلعت ما شاء الله في الارتفاع متاعها. كما شفتوا الطنجره اللي استعملتها الغطاء متاعها باللار ساعدتنا في عمليه الطهي، ما عريتش عليها جمله، قعدت نراقب فيها من برا. اذا كان استعملتوا طنجره الغطاء متاعها حديد ما تعريوش عليها قبل ما تفوح الريحه متاعها في الكوجينه وتشموا ريحتها مليح، ما كانش راهي تطيح وما تنجحش معاكم. توا باش ندخلوا فيها كيغدون، اذا كان خرج شايح تعرفوا اللي هي حاضره. بالنسبه لعمليه الطهي خذت لي ساعه و45 دقيقه، تقريبا ضعف الوقت اللي تاخذه لنا في الفور. في العاده كي نطيبها في الفور تاخذ لي من 45 دقيقه حتى لساعه، لكن كي طيبناها في الطنجره خذت لي ساعه و45 دقيقه على نار قليله، طيبتها على نار كما تشوفوا فيها. توا باش نخرجها من الطنجره نخليوها تبرد 100% ونرجعوا باش نقطعوها ونزينوها. لهنا توا بعد ما بردت الجينواز نتاعنا 100% باش نحيوها من المول، نحيوا كل ورقة متاع الفرن بكل سهولة. ما شاء الله راهي تجي ناجحة 100%، جربوها وبقدرة ربي ترحمولي على ولدي، عبارة طايبة في الفرن وإلا حتى أحسن، وتجي طالعة ما شاء الله وخفيفة برشا، فقط تبعوا النصائح اللي قلتلكم عليهم. لهنا تو خذيت سكينة مشرفة باش تساعدنا في عملية التقطيع، باش نقطعوا الجينواز متاعنا لثلاثة أجزاء متساويين. لهنا في الاول ترشموا وتدوروا الجينواز متاعكم وتعاودوا ترجعوا تعديوا عليها تتقطع معاكم بكل سهوله. باش نقطعوا توا لهنا الجزء الثاني بنفس الطريقه، سهله العمليه ما فيها حتى شيء. جي ما شاء الله راهي ناجحه 100%، قطنيه وخفيفه على الاخر. لهنا تو باش نزينوا الجاتو متاعنا بطريقه سهله ماهله. نستحقوا كميه من السيرو باش نسقيو بها الجينواز. السيرو هذايا ساهل ماهل، متكون من كيس سكر عليه زوز كيسان ماء وشويه من روح الفانيليا والا كل كيس متاع سكر الفانيليا. تغليهم 10 دقائق على النار، تطفيوا عليهم الغاز، تخليهم يبردوا 100% وتستعملوهم. سقينا تو الجينواز متاعنا بالسيرو، نحطوا طبقه ماكل كريم اللي حضرناها. كما شفتوا الكريمه هذيك راهي ساهله ماهله، كريمه الخفق طلعناها وضفت عليها شويه من روح الزبده. تنجموا انتم تعوضوا باي نوع متاع كريم تحبوه، كريمه الزبده، كريمه الموسلين، تضيفوا اي نوع متاع برالينيه اللي تحبوا تنجموا تحطوا فيه الجاتو هذيا، لكن الطريقه هذيا بسيطه وفي متناول الناس الكل. حطيت لهنا شويه من اللوز المهروش، نضيفوا طبقه اخرى من الجينواز، هذه الطبقه الثالثه، الطبقه الثانيه راني خدمتها بنفس الطريقه اللي شفتوها. نسقيو بالسيرو ونكملوا لهنا بطبقه من الكريم، والكل هتو باش نغلفها بالكريم، والزينه تقعد اختياريه على حسب الذوق نتاعكم تزينوا كيما تحبوا. لهنا تو بعد ما غلفناها بالكريم ذوبت شويه شوكولاته وحطيتهم في كيس، وباش نعملوا خطوط بالشكل هذا باش نعطيوها هكا الشكل نتاع الملفي، تجي مزيانه على الاخر وممكن تحضروها لجميع مناسباتكم، والطريقه سهله مهله في متناول الناس الكل. توا خديت كردون باش نعملو خطوط بالشكل هذا وباش نرجعو في الاتجاه العكسي، والزينه اختياريه تزينوا كيما تحبوا. شاركت معاكم انواع اخرين متاع جاتو، توا نخلي لكم الروابط الكل في صندوق الوصف. هذا هو توا الشكل النهائي متاع الجاتو متاعنا. كملت غلفتها بالفستق في الجناب متاعها، وكل كميه متاع الكريم حطيتها في بوش وعملت بها كل الوردات هذوكم، وذريت عليها شويه من البيبيت دو شوكولا وحطيت عليها شويه من نوازيت. تجي ما شاء الله بنينه برشا، مزيانه، سهله مهله، تحضر في وقت وجيز في متناول الناس الكل. ان شاء الله تحضروها وتتمتعوا بها، واذا كان فما حاجه ما كانتش واضحه في الفيديو ممكن تتواصلوا معايا على جروب فيسبوك القناه كويزين باي انيل، ممكن تتابعوني على صفحتي في الانستغرام وصفحتي في الفيسبوك كويزين انيل. نتقابلوا ان شاء الله في فيديوهات اخرين. واخر حاجه نقولوا الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. إن شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النعمة، ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.